هناك من يشهد بالزور في قضية الجناسي تزوير بشكل عام. الجناسي وغيرها وشهادة الزور وغير ذلك الأمور، الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن ينتسب إلى غير أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه فإن الجنة عليه حرام. وهذا الصحيحين. قضية خطيرة أن الإنسان ينتسب إلى غير والديه، هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر. هؤلاء الذين يدعون إلى غير أبائهم بحجة الحصول على جنسية أو بحجة الحصول على وظيفة، كل حطام الدنيا هذا يوقعه والعياذ بالله إلى أن يقع في لعنة الله. هذا غير طبعا التزوير الذي يزوره في انتسابه إلى غير أبيه. وكذلك من يشفع أو يشهد له أنه ابن فلان، فهذا داخله من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وداخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فهذا من شهداء الزور والعياذ بالله المرتكبين الكبائر. أما إذا كان لا يعلم فهذا أمر آخر، لأنه جاء في الحديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فإن الجنة عليه حرام. إذا كان لا يعلم لا شيء عليه. وأما الانتساب إلى غير الأب من باب انتساب إلى الجد أو ما شابه هذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. انتسب إلى جده في النهاية. أما أن ينتسب إلى غير أبيه بحجة أنه يريد أن يحصل مصلحة دنيوية، فهذه من كبائر الذنوب. والذي يشهد له والذي يدافع عنه والذي يحميه، كل هؤلاء مشاركون في هذه الجريمة، أعاذنا الله وإياكم منها.